سلام البنات ومرحبا بكم في قناة لوندا دي زد. ان شاء الله تلقاكم الفيديو ديالي هذه بخير على خير وتكونوا على احسن ما يرام. ونقول لكم صحة عيدكم. اليوم جا رسو سو كولي كار جي كوموندي سارتان ارتيكل دو شي سيفورا. جي كوموندي دي برودوي كوسميتيك جي زي رسو جوكا شي موا جوسكا مون دوميسيل اي جو مي سوي دي بوركوا با جو بارتاج جو فيه اون بتيت فيديو لي في حباباتي صحاباتي خياتي ولي فان دياولي. دونك جي رسو سو برودوي لي هو اكور بارفي لي هو بودر فيه لداخل اون بتيت ميغوار افيك اون بتيت ايبونج افيك تو سكي فو افيك. J'ai reçu aussi Heather Blush, les Huaf, la couleur, bien sûr, un alerte à la couleur. Heather Blush, les, la couleur sablé orangé, je vais appeler le bzef, Gitla. Au cas d'aller, Heather, le produit, un mascara, deux couleurs, tête noir ou le bleu, en forme de tube, le benade, courez aller très vite l'acheter. Je vous conseille vivement ce produit, car il tient bien sa promesse, il me chante bien les cils, il me chante la chfartique, ou il recourbe, il rajoute le volume trois fois. N'aquête la maloma. وهذا دو مارك تارت اللي هو كونسيلر انتي سيرن مخفي العيوب وكذلك تقدر تستعمليه كفونديشن راه داير حاله. وكذلك هذا الفون دو تان اللي هو كريم بالاساس ميك اب فور ايفر اتش دي. البنات جو كونساي اوسي فيفمون علي اشتي سو برودوي كار سو برودوي تاع لي بروفيسيونيل لي زارتيست يديروه الميك اب هذا لي كوميديان لي مانكان فوالا. دونك مليح للاضواء الفيديو ولي فوتو فوالا. هذا هو ننصحك سيداتي وانساتي انك تشتريه. صح غالي مي سافو الكو ماشي بزاف غالي. على كل حال المهم هذا هو اخر برودوي اللي هو لايلاينر. اخترتو اسود لا كولور تاعو ايضا جميله جدا. فقط نقول لك ان كامل لي برودوي تاع دوشي سيفورا هايلين. فوالا شوفي كيما راكي تلاحظي انو البرودوي خفيف ظريف ماشي حاجه شوكون ماشي حاجه ثقيله على الوجه. وكذلك فيه لي سوا هاد لي برودوي تحافظ على البشره ما ديرلكش الحبوب او البثور. ان شاء الله تكون عجبتك الفيديو. لا عجبتك الفيديو انستي او سيداتي ما تبخليش عليا بلايك جام لي فيديو. شكرا على المشاهده وخليو لي تعليقات ونشكركم ونقول لكم صحه عيدكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم. وانتظروني في الاعداد القادمه ومفاجات اخرى ان شاء الله. كنتم مع عالم حواء عالم الجمال عالم المرأة في